السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من جديد محبي ومتتبعي صفحات التواصل الاجتماعي، خاصة صفحة إقليم الغابات للدار البيضاء، تحييكم من هنا من غابة ليزوازيس بالمحمدية المقاطعة الإدارية للدار البيضاء، دائما في حملة تهيئة إعادة تهيئة وتنظيف هذا الفضاء الغابي. تواجد السلطات المحلية متمثلة في رئيس البلدية للمحمدية، أيضا رئيس مقاطعة الغابات لبئر خادم، رئيس إقليم الغابات للدار البيضاء، دائما راهم متواجدين على في عين المكان لإعطاء الإرشادات والملاحظات والتوصيات لتهيئة هذا الفضاء الغابي وتجهيزه تزامنا وموسم الاصطياف إن شاء الله. ممثل لبلدية المحمية، هذه إذن اللقطات الأولى من تهيئة هذا الفضاء الغابي، رفع القمامة التي تسبب فيها المارة للأسف وزوار هذا الفضاء الغابي، الذين نوجه لهم من هنا نداء بأن يحترموا هذا الفضاء الغالي. من هنا نطلب من كل زوار والمارة من كل ما فضاء غابي أن يحترموه، ليس لأجلنا بل لأجلكم أنتم. إذا مشاركة بلدية المحمدية، أيضا لوديفال، يتميز هذا الفضاء الغابي بتواجد بمنحدراته، وهو إذا كما قلت سابقا، محافظة الغابات لولاية الجزائر ممثلة في مقاطعة الغابات لبئر خادم إقليم الغابات للدار البيضاء، راهم متواجدين في غابة ليزوازيس المحمدية المقاطعة الإدارية للدار البيضاء، دائما في إطار تهيئة الفضاءات الغابية المتواجدة على المقاطعات الإدارية لجعلها مهيئة لاستقبال موسم الاصطياف وأيضا لاستقبال الزوار. عسى أن يرفع الله عنا سبحانه وتعالى هذا الوباء. تحية كبيرة لعمال الورشة. راتو راتو عند هادو
إذا تواجد رئيس بلدية المحمدية الذي شرف شخصيا على هذه العملية رفقة رئيس إقليم الغابات للدار البيضاء، رفقة أيضا رئيس المقاطعة لبير خادم، تقني الغابات، عمال الورشة، لهم كل التحية. Thank you.